طيب هي بلشت تسجيل المحاضرة، وصلنا لعند الـ pathways initiated by plasma membrane receptors. كنا المرة الماضية شرحنا عن الـ pathways تبعت الـ intracellular receptors، وهي كانت يعني ميكانيزم تقريبا ثابتة واحدة كل الأنواع. هلأ هون اللي هو الجزء هذا من التابل حكيته سابقا، اليوم رح ناخد كل نوع من الأنواع هدول ونشرح شو الميكانيزم تبعته بالضبط. هلا اول شيء قبل ما ندخل بشرح الباثويز وفروقاتهم بين كل نوع والاخر، حناخد جنرال terminologies يعني مصطلحات عامه، لحتى اذا ذكرت عندي بالميكانيزمز او بالباثوي ما اضطر ارجع اقطع شرح الميكانيزم اروح اشرحها بعدين ارجع للميكانيزم. فلو ذكرت لقدام حنكون عارفين شو معناها العام. تمام، هلا اول شيء رح نحكي رقم واحد الكيميكال ماسنجر اللي بده يوصل للخلية من الخارج، هذا بنطلق عليه مسمى فيرست ماسنجر. باختصار الكيميكال ماسنجر اللي بده يجينا من برا ويرتبط بالريسبتر على الخلية اسمه فيرست ماسنجر. لما اقول فيرست ماسنجر اذا معناته في سكند ماسنجر. بالباثويز السابقات تبعت الانترا سيلولار ريسبترز ما كنا نقول فيرست وسكند، خلص ماسنجر ما فيش غيره يعني. تمام، اما هون في عندي هذا اللي هو حكينا عنه الفيرست ماسنجر، اذا معناته عندي سكند ماسنجر. شو هو هذا السكند ماسنجر؟ عباره عن سبستانس تدخل انتر اور جينيريتد ان ذا سيتوبلازم، يعني اما بيتم تصنيعها بالسيتوبلازم او بتدخل للسيتوبلازم كناتج من الريسبتر اكتيفيشن. مين اللي عمل ريسبتر اكتيفيشن؟ الفيرست ماسنجر. بعيد السكند ماسنجر شو هو؟ مادة يا بتدخل الخلية يا بتصنع بالسيتوبلازم كناتج عن وصول الفيرست ماسنجر وعمل ريسبتر اكتيفيشن باي ذا فيرست ماسنجر. طيب ليش بدنا هون سكند ماسنجر؟ احنا اصلا الريسبتر موجود على البلازما ممبرين. طيب الريسبونس وين بده يصير؟ جوات الخلية. طب أنا كيف أوصل من سطح الخلية مشان يحصل عندي شيء ما جوا الخلية؟ إذا بدي صلة وصل ما بينهم، إذا هذا السكند ماسنجر حيشتغل as chemical relay، يعني بيوصل موصل من المكان اللي يعتبر نوعا ما خارجي اللي هو على البلازما ممبرين للمكان اللي راح يحدث فيه البيو كيميكال ماشينري او مثلا سيجنال ترانزاكشن باثوي او الريسبونس زي ما قلت قبل شوي اللي هو جوا الخليه. تمام، هذا السكند ماسنجر. اذا صاروا مصطلحين فيرست ماسنجر سكند ماسنجر. الشغله الثالثه اللي بدنا نحكي عنها شيء اسمه بروتين كاينيز، من الاسم ايز يعني هذا انزيم. اذا هو انزيم بيعمل عمليه فوسفوريليشن لاذر بروتينز. كيف يعني؟ من اسمها فوسفوريليشن يعني بيضيف مجموعة فوسفيت. من وين بيجيبها؟ برضو من الـ ATP. تمام؟ إذا أي إنزيم بيعمل فوسفوريليشن لأنذر بروتين بسميه بروتين كايناز، وهذا مسمى عام لأنه البروتين كاينيزز عندي عدة أنواع وكل واحد له اسمه الخاص. تمام؟ ليش بنعمل عملية فوسفوريليشن؟ لأنه أنت مجرد ما ربطت مجموعة الفوسفيت عمل تشينج بالكونفورميشن و أو معه مرافق الأكتيفيتي تبعت الريسيبيانت بروتين. يعني البروتين اللي بدك تحط عليه تربط فيه مجموعة فوسفيت هذا حيصير له عملية تغيير بالشكل تبعه بالاكتيفيتي. يعني مثلا كان inactive protein صار active protein، ونفس هذا البروتين اللي سميناه اللي استقبل مجموعة الفوسفيت لهيك قلنا عنه recipient protein، بروتين مستقبل يعني استقبل مجموعة الفوسفيت، هذا نفسه ممكن يشتغل as an enzyme وممكن يشتغل as protein kinase كإنزيم البروتين كاينيز وبيحفز اللي بعده. يعني مثلا
عندي بروتين كايناز 1 بيعمل اكتيفيشن لبروتين كايناز 2، بروتين كايناز 2 بيعمل اكتيفيشن لبروتين كايناز 3، وهكذا بيصير انه يصير عندي سلسله من عمليات الاكتيفيشن ببروتين كاينيزز. البروتين كاينيزز قلنا انواع مختلفه، فبالتالي كل مجموعه او كل نوع منهم له القدره انه يعمل فوسفوريليشن لانواع محدده معينه من البروتينات، يعني مش الشغله عشوائيه، يعني في تخصيص بالموضوع. different protein kinases تعمل عملية فوسفوريليشن لسيرتين بروتينز، يعني كل واحد منهم له علاقة بالفوسفوريليشن تبع بروتينات محددة، مش لأي بروتين بيعمل فوسفوريليشن. هاي حكيتها هون السطر الأول، والتاني تقريبا حكيته أو مش تقريبا هو بالضبط، إنه قلنا إنه البروتين كاينيز الأول حيحفز الثاني، الثاني حيحفز الثالث، وهكذا. كيف حيحفزه؟ يعني رح ينشطه. كيف؟ بأنه بيعمل عملية فوسفوريليشن. يعني مجرد هذا الإنزيم ما عمل فوسفوريليشن خلص هذا اسمه بروتين كاينيز. طيب بالنهاية هي سلسلة مفتوحة ما إلها نهاية؟ لا طبعا هي إلها نهاية. الأول نشط الثاني، الثاني نشط الثالث، وصلنا لآخر واحد تنشط، آخر واحد صار له فوسفوريليشن. هذا بنسميه كي بروتين، المفتاح. ليه بسمينا المفتاح؟ لأنه هو المسؤول عن الريسبونس تبع الخلية للفيرست ماسنجر. طبعا دايما قلنا لما أقول ريسبونس، استجابة الخلية لمين؟ استجابة للماسنجر اللي وصلها من الخارج، واللي هو هون سميناه فيرست ماسنجر. تمام؟ هلا هذا الكي بروتين اللي ادى للاستجابه بالنهايه ممكن يكون از ترانسبورتر، ممكن يكون ميتابوليك انزيم، ممكن ايون شانل، كونتراكتايل بروتين، اند سو اون. وكل واحد حيؤدي لريسبونس مختلف عن الثاني. هلا في عنا انزيمات شغلها عكس شغل البروتين كاينيز. البروتين كاينيز عمل فوسفوريليشن، إذا هدول حيعملوا دي فوسفوريليشن واللي هم اسمهم فوسفاتيز. إذا بروتين كاينيز بيعمل فوسفوريليشن، فوسفاتيز بيعمل دي فوسفوريليشن. برضو هذا طبعا ممكن يدخل بالسيجنال ترانزاكشن باثوي اللي بتتم داخل الخلية. هلا حكينا المصطلحات العامة اللي لازم نعرفها، بدنا ندخل هلأ بالأنواع تبعت الريسبترز والميكانيزم لكل واحد، يعني برضو هم باختصار بس لنفهم شو الفروقات ما بينهم. أول مجموعة اللي هم ريسبترز ذات فانكشن as ion channels، وإحنا مبدأ الأيون channel شرحينه سابقاً، فلهيك سهل عليكم هاي المجموعة. لأنه أنت لما تحكي أيون channel فأنت وين ما حكيت عن أيون channel فهي نفس الطريقة بتشتغل، وين ما حكيت عن كارير أو ريسبتر فهو نفس الطريقة بيشتغل. تمام؟ إذا نفس البروتين اللي حيشتغل كريسبتر هون هو رح يكون as ion channel، ماشي؟ حيجي برضو الفيرست ماسنجر حيعمل له activation. شو الاكتيفيشن تبعت الايون channel؟ إنه بيصير لها عملية opening. طيب لما فتحت عندي هاي الشانل شو صار؟ زاد عندي النت diffusion من أيون محدد اللي هو بتكون خاصة هاي الشانل لمروره أو لتحريكه خلال البلازما ممبرين. تمام؟ بما أنه إحنا عم نحكي عن أيون شانل وعم نحكي عن حركة أيونات، يعني عم نحكي عن شحنات، إذا معناته هذا التشينج بالأيون ديفيوجن لما فتحت الشانل وصار تغيير بالأيون ديفيوجن أدى لتشينج بالممبرين بوتنشيال واللي هو فرق الجهد تبع الخلية اللي هي الشحنات بالداخل مقارنة بالخارج. وهاي الإلكتريكال سيجنال اللي تم إنشائها اللي هي التغيير بالممبرين بوتنشيال تعتبر كإسنشيال إيفنت بالسيل ريسبونس، يعني زي كأنها حدث أولي أساسي مبدئي للريسبونس النهائي.
مثلا لو كانت الشانل هي كالسيوم شانل، فلما اعمل لها اوبننج شو بيصير؟ حيصير عندي زياده بالسيتوسوليك كالسيوم كونسنتريشن، يعني حيدخل بمعنى اخر حيدخل كالسيوم من برا الخليه لجوا الخليه باي ديفيوجن ثرو ذا كالسيوم شانل، فحيزيد تركيزه جوات الخليه. برضو هذا زيادة السيتوسوليك كالسيوم يعتبر as essential event بترانزكشن pathway بعدة systems، أنه أيون الكالسيوم مهم جدا بكتير functions. تمام؟ يعني هون ذكر لي شغلتين. ذكر لي أنه كيف ممكن يصير عندي change بالmembrane potential كessential event، وذكر لي انه كيف انه نفس زيادة السيتوسوليك كالسيوم ممكن تكون essential event بالترانزدكشن pathway. طب احنا شو قلنا الترانزدكشن pathway؟ قلنا هو خلينا نحكي سلسلة الاحداث اللي بتقع ما بين نقطة البداية ونقطة النهاية. نقطة البداية شو هي؟ receptor activation. نقطة النهاية cell response. اللي بالنص الاحداث اسمها signal transduction pathway. برجع بذكر شو ما كانت الميكانيزم فهي تقع ضمن ثلاث خطوات رئيسية. Number one receptor activation. Number two signal transduction pathway. Number three cell response. هلا بيجي على حسب شو نوعها، على حسب اختلاف الميكانيزم بيختلف نوع الريسبتر، بيختلف شو سلسلة الأحداث تبعت السيجنال ترانزدكشن باثوي، بيختلف عندي شو الإجابة، الاستجابة عفوا تبعت الخلية. أوكي؟ أعيد شرحها على الفيجر، طبعا كلهم حشرحهم نظريا بعدين بعيد على فيجر كل الأنواع. هذا البلازما ممبرين اللي هي هذا فوسفوليبيد باي لاير، هذا الريسبتر اللي هو أز أيون شانل. إجا الفيرست ماسنجر ارتبط بالريسبتر عمل له اكتيفيشن فصار اوبننج للشانل، دخل عندي الايون من الخارج الى داخل الخليه، شو عمل؟ تشينج ان ممبرين بوتنشال، واذا كان كالسيوم شو حيعمل؟ حيزيد عندي تركيز السيتوسوليك كالسيوم كونسنتريشن. طبعا هم ليش مركزين على الكالسيوم هون او ليش كل مره بذكروه بالمثال؟ لانه قلت لكم الكالسيوم بيدخل باشياء مهمه كثير بالجسم، بميكانيزمز مهمه اللي من ضمنها عملية السينابس بالجهاز العصبي، من ضمنها عملية المسل كونتراكشن اللي هو الانقباض العضلي، كلهم بنحتاج فيهم كالسيوم. طيب بعد ما صار عندي تشينج من ممبرين بوتنشال او زاد يعني معه بالاضافه له سيتوسوليك كالسيوم كونسنتريشن ارتفع، مالتيبل ستيبس حتعطيني سيلز ريسبونس. يعني هون مختصرين اياهم، مش ذاكرين لي شو كل ستيبس كلها، بس كاتبين مالتيبل ستيبس اللي هي سلسلة الأحداث هاي. أيوة signal transduction pathway. هلأ إحنا أصلاً بلشناها لأنه شو قلنا هون؟ إنه مجرد ما زاد السيتوسوليك كالسيوم هو يعتبر essential event بالtransduction pathway، يعني إحنا بلشينها هون بزيادة الكالسيوم concentration، بس بعدها تكملتها مش مكملينها إحنا، فاختصرناها as multiple steps. أوكي؟ هلا البي اللي هو receptors that function as enzymes، يعني نفس الريسبتر حيشتغل كانزيم. اذا هذا الريسبتر بيكون له intrinsic enzyme activity. intrinsic يعني داخلي، يعني نفس الريسبتر في جزء منه حيشتغل كانزيم. وين هذا الجزء؟ باتجاه السيتوبلازم، فلهيك قلنا intrinsic يعني داخلي، باتجاه داخل الخليه. هلا كثير من هدول الريسبترز اللي هم الهم اللي الهم intrinsic enzyme activity بنقول عنهم او بنسميهم protein kinases. ليش؟ ليش قلنا شو بيعمل البروتين كاينيز؟ فوسفوريليشن. ايوه الفوسفوريليشن، فوسفوريليشن. طيب هلا كثير من هدول كثير من هدول الريسبترز اللي حيشتغلوا as protein kinases
بيعملوا فوسفوريليشن لأجزاء معينة من البروتين، مش عشوائي وين ما إجا حطيت رميت الفوسفيت على البروتين، لا، بيقول لي specific portion أو site اللي هو المكان اللي فيه الأمينو أسيد اسمه تيروزين. غالبيتهم بيضيفوا الفوسفيت هون عند التيروزين، فلهيك هدول الإنزيمز بيقولوا عنهم أو بيسموهم تيروزين كاينيز. أنا قلت لكم قبل شوي البروتين كاينيز مسمى عام بس إلهم مسميات خاصة، هاي إجانا اسم من المسميات الخاصة اللي هو تيروزين كاينيز. ليه سميناه هيك؟ لأنه بيعمل فوسفوريليشن، يعني بيضيف مجموعة الفوسفيت عند الأمينو أسيد اللي اسمه التيروزين. نيجي هلأ شو بيصير عندي خطوات لهذا الميكانيزم أو الباثوي. دكتورة أول يعني الكاينيز مو ضروري يكون بروتين ولا شو هو؟ إنزيم، ما هو الإنزيم شو هو؟ ما هو الإنزيم بروتين. من قبل شو حكينا في إنزيمات عكس عمل الكاينيز، إحنا ما حكيناهم هون، هناك حكيتهم بس تعريف، هون ما جبت سيرتهم، هون بس عم نحكي عن اللي بيعملوا فوسفوريليشن. تمام. طيب نيجي لسلسلة الخطوات تبعت الميكانيزم. طبعا نقطة البداية قلنا ثابتة، هيجي عندي specific messenger اللي سميناه first messenger، هيرتبط بالريسبتر، هيعمل conformational change لهذا الريسبتر. الconformational change شو رح يعمل؟ اللي هو وين حيتأثر أو أي جزء فيه اللي بيهمني رح يتأثر، اللي هو الانزيماتيك portion اللي بيكون موجود لجهة للجهة الداخلية من البلازم ممبرين، يعني لجهة السيتوبلازم، فبيصير له عملية اكتيفيشن. بعيد بيجي المسنجر بيرتبط بالريسبتر، بيصير conformational change، بيصير اكتيفيشن للإنزيماتيك portion of this receptor. طيب هذا الإنزيماتيك portion اللي حيشتغل as enzyme شو قلنا حيعمل؟ حيشتغل as kinase أو protein kinase. protein kinase إذن حيعمل phosphorylation، بس لمين رح يعملها؟ لنفسه. فبقول عمل phosphorylation لنفسه، يعني عمل autophosphorylation، فسفرة ذاتية، يعني بياخد الفوسفات بربطها بنفسه، تمام؟ عند نفس مجميع التيروزين اللي قلنا عنها قبل شوي. إذا التيروزين لما إحنا ربطنا فيه فوسفات صار اسمه فوسفوتيروزين لأنه عليه فوسفات. طبعا هذا على جهة مين؟ قلنا السيتوبلازميك بورشن، ما ننسى هذا المكان رح يكون as docking sites. docking يعني زي رسو، يعني بالميناء مش السفن بتيجي بترسو على مكان محدد، بيسموه docking site مكان الرسو، تمام؟ فهذا مشابهينه هيك، يعني هذا المكان اللي هو صار في الفوسفوريليشن على الانزيم اشتغل as docking site، اذا معناته في اشي رح يرسو عليه. شو اللي رح يرسو عليه؟ هتيجي بروتينات من السيتوبلازم بترسو على هالمكان، بنسميها docking proteins، تمام؟ إذا هتيجي اللي هترسو عليه هي سيتوبلازميك proteins. الدوكينج بروتين هذا رح يجي ارتبط في another proteins، فحتصير عندي سلسلة من signal transduction pathway داخل الخلية. مختصرينها احنا موقفين لهون، مش حاكين شو السلسلة هاي، تمام؟ طيب اذا الاشي العام او الاشي المشترك بهاي الباثويز اللي عم نحكي عنها. نعم دكتور، شو يعني كاسكيد؟ كاسكيد يعني سلسلة احداث، تمام. طيب الكومون دينومينيتر يعني الاشي العام المشترك لهدول الباثويز التابعة لهذا النوع، انه بنقطة ما كلهم رح يصير فيهم activation لسيتوبلازميك proteins. كيف؟ بالفوسفوريليشن، يعني حيشتغل البروتين كاينيز حيعمل فوسفوريليشن لسيتوبلازميك proteins جوا الخلية. مش قلنا قبل شوي ممكن بروتين كاينيز 1 ينشط اللي بعده فبيصير اسمه بروتين كاينيز 2، ال 2 بينشط 3، 3 بينشط 4، اوكي؟
هدول اللي هو حكيناهم قلنا الريسبتر نفسه اللي هو function as enzyme حيكون عنده جزء inherent enzyme. inherent يعني متأصل، يعني هو جزء منه مش منفصل عنه، اللي هو حيشتغل as protein kinase. يعني هون الجملتين هون بس عم بيثبتوا لي الاشي اللي ذكرناه. هلأ هذا الاشي العام، الاكسبشن الاستثناء انه في عندي receptor functions both، حيشتغل الريسبتر as guanylyl cyclase، والجوانيليل سايكليز رح يكون أو رح يؤدي لتكوين موليكيول اسمه سايكليك جي ام بي، السي سمول سي سايكليك جي ام بي جوانوسين مونوفوسفيت، اكتبوها إذا بدكم لأنه مش مكتوبة. جي ام بي جوانوسين مونوفوسفيت، إذن الريسبتر قلنا حيشتغل كريسبتر وكإنزيم سميناه، هون حددناه سميناه اسمه جوانيليل سايكليز. هذا الجوانيليل سايكليز رح يحفز تكوين مولكيول بالسيتوبلازم اللي هو سايكليك جي ام بي. بالمقابل السايكليك جي ام بي حيشتغل as second messenger مشان يعمل عملية activation لبروتين كاينيز. شو اسمه هذا البروتين كاينيز اللي عمل له اكتيفيشن هذا السايكليك جي ام بي؟ اسمه سايكليك جي ام بي ديبندنت بروتين كاينيز. طبعا الاسم شايفينه طويل بس سهل نفهمه. هلا هذا البروتين كاينيز مين نشطه؟ السايكليك جي ام بي. فلهيك سميته سايكليك جي ام بي ديبندنت، يعني المعتمد، يعني بيقول لي هذا اسمه بروتين كاينيز المعتمد على السايكليك جي ام بي. تمام، هذا هيعمل فوسفوريليشن لأذر بروتين، فبالتالي حنوصل لنقطة النهاية اللي هي الريسبونس. الريسبونس لمين؟ للأوريجينال ماسنجر، يعني للفيرست ماسنجر اللي إجا من برا، دايما هاي ثابتة. تمام؟ أعيدهم هدول الفقرتين سريعا بالترتيب. الريسبتر حيشتغل أز جوانيليل سايكلين اللي هو جزء الإنزيمي فيه، هذا رح يحفز تكوين سايكليك جي أم بي. السايكليك جي ام بي حتشتغل as second messenger وبتعمل activation لبروتين كاينيز اسمه سايكليك جي ام بي dependent protein kinase. هذا حيروح حيشتغل كمان بروتين كبروتين كاينيز، اذا حيعمل phosphorylation لأذر proteins. بالنهاية حنوصل للريسبونس تبع الخلية. اعيده على الفيجر الشرح العام اللي شرحته. هذا طبعا بلازما برين الفوسفوليبيد، هذا الريسبتر، وهذا شوفوا شو حاط لكم خط منقط كاتبين تيروزين كاينيز، يعني هذا جزء منه مش منفصل عنه، هيك حاطين الخط منقط. تمام، هلا التيروزين كاينيز هذا شو قلنا حيعمل؟ مو كاينيز، حيعمل فوسفوريليشن، حياخد مجموعه فوسفيت من الاي تي بي هيها هون وبيجيبها بيربطها بحاله لانه قلنا بيعمل اوتو فوسفوريليشن. هلا هذا المكان اللي عليه مجموعة الفوسفات حيكون أو حيشتغل as ducking site، مكان رسو. مين رح يرسو عليه؟ حتيجي من السيتوبلازم بروتين اسمه ducking protein اللي بيرسو، يعني هيو إجا من السيتوبلازم ورسى على هذا المكان. بعده هذا الارتباط حيصير عندي multiple steps حتؤدي بالنهاية للسيل ريسبونس. تمام؟ آخر شيء، آخر ميكانيزم حنأخذه اليوم اللي هو receptors that interact with cytoplasmic junk kinases. دكتورة ممكن لو تعيدينا الرسمة كلها؟ هعيدها أوكي بس على السريع، بس انتبهي معي لأنه سريعا، ما هو أنتوا بتقدروا تعيدوا سماع الفيديو بس مش مشكلة. بعيد بيجي الفيرست ماسنجر بيرتبط عندي هون بالريسبتر، حيحفز الجزء الانزيمي منه اللي هو التيروزين كاينيز. التيروزين كاينيز حيجيب مجموعه فوسفات من الاي تي بي يربطها بحاله، يعني حيعمل اوتو فوسفوريليشن. هالمكان هذا حيشتغل از داكينج سايت، يعني مكان رسو. حيجي يعني داكينج بروتين يرسو عليه، داكينج بروتين من السيتوبلازم اجا هيرسى عليه. بعدها مالتيبل ستابس حتؤدي للسيل ريسبونس. العفو.
طيب الريسبتر هاي اللي هي interactive cytoplasmic JAK kinase الانزيماتيك activity as tyrosine kinase ما بتكون موجودة بنفس الريسبتر، لا بتكون موجودة بإنزيم منفصل عن الريسبتر، يعني مش زي اللي قبله اللي حكينا قبل شوي. هذا الإنزيم المنفصل بيكون موجود بالسيتوبلازم، هو سيتوبلازميك كاينيز اسمه جاك كاينيز، ولكن بيكون مرتبط عندي بالريسبتر. إذن الإنزيم اللي هو هون هيشتغل as tyrosine kinase، هو إنزيم منفصل عن الريسبتر موجود بالسيتوبلازم ولكنه مرتبط بالريسبتر. شو اسمه هذا التيروزين كاينيز اكتيفيتي اللي له تيروزين كاينيز اكتيفيتي؟ اسمه جاك كاينيز. اذا معناته الريسبتر مع الجاك كاينيز المرتبط فيه هيشتغلوا كوحده واحده. دكتورة يعني هو مرتبط ارتباط مش كتله واحده؟ لا هو مرتبط تمام، قلنا منفصل عن الريسبتر، يعني أقصد كموليكيول منفصل كتركيب لحاله ولكنه كارتباط أو كتواجد مترابط مع الريسبتر. بالبداية حيجي برضو عندي الفيرست ماسنجر، حنشوف شو بيصير. بيجي عندي الفيرست ماسنجر للريسبتر بيعمل له conformational change. الconformational change تبع الريسبتر حيؤدي للactivation تبع الإنزيم المرتبط فيه اللي سميناه جاك كاينيز. الجملة الثانية يعني حطيناها ولا ما حطيناها واحد، فهي استنتاج منطقي. يعني بيقول لي أنا عندي different receptors، بما أنه عندي different receptors إذا عندي different members من الجاك كاينيزز. بما أنه عندي different members من الجاك كاينيزز إذا التارجت بروتين اللي حيصير له phosphorylation هما مختلفات. بعيد receptors متنوعة، إذا معناته الجاك كاينيزز المرتبطات متنوعات مش هتكون واحدة، وكل جاك كاينيز هيعمل فوسفوريليشن لديفرنت بروتين. غالبا هدول التارجت بروتينز يعني كتير منهم هيشتغلوا از ترانسكريبشن فاكتورز، ومصطلح ترانسكريبشن فاكتور ذكرناه سابقا وقلنا اللي هو بيشتغل على الدي ان اي مشان يعمل عملية للترانسكريبشن. اذا معناته لما اثرت انا على الترانسكريبشن اذا صار عندي سينثيسيس بالسيتوبلازم لنيو بروتين، والنيو بروتين اللي تكون هو اللي مسؤول عن السيل ريسبونس اللي راح يطلع عندي بالنهايه استجابه للفيرست ماسنجر. برضو اعيد الشرح على الفيجر، بلازما مبرين فوسفوليبيد باي لاير، هذا الريسبتر، هذا الجاك كاينيز شوفوا هاي مش جزء منه ولكن مرتبط فيه تمام. اجى الفيرست ماسنجر عمل كونفورميشنال تشينج بالريسبتر نشط لي الجاك كاينيز. اذا الجاك كاينيز لما صار اكتف هيعمل فوسفوريليشن لمين؟ لبروتين جوا السيتوبلازم، هياخد من الاي تي بي فوسفيت وبيربطها فيه. طبعا الاي تي بي حتصير اي دي بي لما ناخد منها فوسفيت. بعدها في عندي مالتيبل ستيبس راح تؤدي للسيل ريسبونس. يعني شوفوا يعني معطيني الاساسيات والاشياء اللي بالبدايه بتصير عندي كاساس ومختصر لي الستبس النهائية بأغلب أو بكل الميكانيزمز تقريبا. بنوقف لهون المحاضرة، أي سؤال على محاضرة اليوم؟ دكتورة بتقدر تعيدي السلايد قبل الأخير؟ الأخير؟ قبل الأخير مش الرسمي، قبلها. شو أعيد فيه كله؟ ميكانيزم يعني بدك؟ النقطة الثانية اللي حكيناها بشكل سريع. اوكي. ما فهمتها. يعني عندك أنواع مختلفة من الريسبترز. فبالتالي عندك أنواع مختلفة من الجاك كاينيز، يعني كل نوع ريسبتر له نوع جاك كاينيز يرتبط فيه. وكل نوع جاك كاينيز حيعمل فوسفوريليشن لبروتينات محددة. مش عام لأي بروتين، تمام؟ بس هاي النقطة اختصارها يعني. ضل سؤال على المحاضرة؟ لينا مروان داخلة معنا؟ لينا
كأنها مش لينا مروان، لا هاي لينا بسام، أي موجودة لينا مروان. دكتور في أوكي سؤال، تفضل. بالنسبة للتيروزين كاينيز، هو كمان بيكون نفسه اللي موجود بالكارير بروتين؟ لأنه حكينا إنه الكارير بروتين بنعتبره كأنزيم، هو اللي بيساوي عملية الهيدروليسيز رياكشن. تمام، انت بتحكي عن اللي هلأ كنا عم نشرحه ولا عن المعلومات قبل أخذناها؟ عن ثنتين ربطهم بعضهم. طيب عيد لي سؤالك، والله عيده خليني أركز شوي أكثر. الكارير بروتين مو حكينا انه بيساوي عملية اللي هو الفسفرة له لحاله، يعني انه بداخله في انزيم اللي هو التايروزين كاينيز صح؟ ولا بيختلف تمام. مو ممكن تايروزين ضروري؟ لا ممكن ممكن يكون تابع لهذا النوع. ما احنا شو هم كل هدول؟ ما هو كل هدفهم انه نحصل على اللي هي الاستجابة، فهي قد تكون نعم له نفس اللي هي الاشي اللي ذكرناه سابقا، نفس اللي ذكرناه اليوم، نفس النشاط الانزيمي. تمام دكتور، يعطيك العافية. الله يعافيك. ضل في سؤال عن محاضرة اليوم؟ دكتورة أنا بدي أسألك. تفضل. بكرة خلال دراستنا للمادة بنقدر نسألك أسئلة على طبعا الخاص؟ يا صبية، احنا بنحكي هون الأسئلة هلأ للمحاضرة، محاضرة اليوم، بس نوقف الريكورد ونجاوب على الأسئلة الثانية. سوري دكتورة. ضل في سؤال على المحاضرة هاي يا جماعة؟ أحمد تفضل. دكتورة يعطيك العافية. الله يعافيك. الحالة الثانية الريسبتور اللي بيعمل شغل الإنزيم، ليش حكينا في استثناء؟ الاستثناء كان وين يعني؟ هلا بشوف. الاستثناء بالاسم بالنوع، يعني سمينا وحددنا نوع بيشتغل أو بيسعى لتكوين سايكليك جي ام بي اللي هو جوانيلين سايكليز، يعني الأنواع اللي هي أو الإشي الجنرال اللي حكيناه قبل شوي، إنه حيصير عملية اكتيفيشن لسيتوبلازميك بروتينز باي فوسفوريليشن. استثنينا منه إنه ممكن يكون في إشي اسمه جوانيلين سايكليز بيكون سايكليك جي ام بي خاصة فقط بالريسبتور هذا اللي بيكون مشابه شغل الأنزيم. ايوه اللي هو الاز جوانيلين سايكليز زي ما قلنا. عشان هيك حكى عنه استثناء انه ما بيرتبط بالمستقبلات الثانيه، يعني هاي الخطوه فقط بالمستقبل هذا يعني بالريسبتور اللي صح؟ اللي هي تكوين السايكليك جي ام بي. خلص تمام وصلت. طيب خلينا نعمل ستوب للريكورد، ناخذ الحضور.